الأسبوع الأخير هو الوقت المتبقي المتسابق أن يظهر أجمل ما عندهم الريالتي. ترى يا أبو حمود أنا عايش يعني عايش الجو في الأسبوع الأخير ذا أنه خلاص الأسبوع اللي يكون فيه كل شيء راكد وكل شيء خلاص يعني يعني معرض للنهاية. فقرة هذه انتهت، الفقرة اللي بعدها انتهت، الفقرة اللي بعدها انتهت. فيحسون عندهم وقت فراغ ويحسون أنهم يعني مهما يقدمون شيء وش فايدته؟ عرفت اللي يحسون خلاص متى الحفل الختامي بس؟ ينتظر الحفل الختامي. إيه ما في اهتمام للأيام اللي قبل الحفل الختامي هذه 7 أو 8 أيام. وهي اللب أو هي الزبدة ترى. بالضبط هي اللب هي الزبدة. صح إنهم يعني يمكن يحتاجون الأيام هذه في تجهيزات للحفل وفي أشياء يجهزونها للحفل، ترتيبات زي الشعراء يكون عندهم كتابة قصائد، زي الشباب اللي عندهم مسرحيات عندهم تمثيل عندهم، طبيعي إن الشيء هذا يصير. لكن حنا ما نبغى الشيء ده بعد يأثر عليكم. المشاهد يعني بيدري إنك قاعد ترتب للحفل. صحيح. لكن هذا يعني يجعل الشاشة كلها يعني أو البث طول اليوم ما في شيء، ما في فعاليات، ما في حتى لو جلسة. لا الشيء ذا يعني غير مقبول. يعني اليوم ما شاء الله كان عندهم جلسة وشب الضوء. أوه. إيوه. رأيك. هذا هو يعني جلساتهم اليوم صراحة إنها تفتح النفس. أنا متأكد المشاهد اللي جالس على الشاشة ويتقهوى ويشوف الجلسة اللي اليوم إنه بينبسط وبينشرح خاطره عليها. أنت لا تكلم من البث يا أبو أنزي من ناحية البث والشباب المتواجدين. يا أخي لو يبقى في البث ترى قد شالوها أربع أيام. يعني لو بقى اليوم من الجلسات اللي عجبتنا اليوم عجبت الجمهور والمشاهد الكريم جلسة شبت الضوء فارس ومسفري والشباب اللي معه. يا أخي حطب 3 بلكات بدير حياة مو بواقعية، أجمل حياة واقعية قاعد يقدمها على الشاشة يا أخي. أي والله ما انشغل بالحفل الختامي. وش الحفل الختامي؟ لا عليك الحفل الختامي يلبس ثوبك وشماغك صلى الله وبارك. قال خله منه اليوم الحفل الختامي لنا رزق، لكن خلنا نملى الشاشة وخلنا نعيش الريالتي. من أجمل المشاهد اللي عجبتني يا أخي رغم أنها بسيطة 3 بركات حطبتين وشب الضوء وقدين يطبخيه. يا سلام وش أحلى منها؟ ما أحلى منها أنت يا أبو حمود. يا ويلك ولا ليه هو والله ما في الا انا وانت خلنا نمدح بعض. اقول لا الله يزينها. لا والله لا تمدح. لا والله لو ان ابو يوسف هنيه كان الشباب المفروض انه يهز راسه يهز يدلجه. يا ولد ترى ابو يوسف الايام الاخيره ما كان يزعل. انا قاعد اقول لك ايوه بدأ تنزكينا يا على لك يا ابو يوسف. انا قاعد اقول لك طيب بما يخص الرياليتي والايام هذه من اللي يشوف من الشباب يا ابو نزيد تشوف انه شاغل البث صدق او انه مستغل البث؟ انا في 2 اشوفهم امانه من غير كسوف الباقيين من الشباب. فارس الحربي عز المسفري. الشباب ذولا طال عمرك ثنائي خلينا نقول ثنائي قديم او ثنائي يعني ايش اقول يعني الرجال ذولا حتى كلامهم ما يتصنعون فيه ما يختارون مفردات معينه. والله إن كنهم في فيه في هجرة جالسين حاطين فرشتهم ومركب عايشين الواقعية. صح ولا شيء يا ولد. حتى البارحة أشكالهم بالبدل غريبة وهم في برنامج واقعي بس بدلة غريبة. أنا ما تقبلت. أنا البارحة أقول من ذول اللي لابسين بدلة؟ عز وفارس لابسين بدلة. كبات العيال إن شاء الله عليهم تخيل وش ما هي بلايقتر عليهم لأنه ما يعرفون. فعلا الشباب الفترة الأخيرة عبد العزيز وفارس يعني حضورهم على البث مختلف عن غيرهم. صح ان الشباب يعني في غيرهم يعني شباب يعني عندهم رياليتي وعندهم لكن الشباب هذولا يا اخي زي فارس يطلع لك بسالفه يطلع لك بجلسه يطلع لك نصيحه وبرساله ومبادره. عبد العزيز مسفري سبحان الله شخصيته طلع بشخصيته الحقيقيه اللي يعني ممزوجه بالجديه وبالفكاهه. فطلع بشخصية متفردة فعلا سبحان الله. وفوق ذا كله القبول. عبد العزيز مقبول على الشاشة وكلامه وأسلوبه وتعامله يعني الأكتيفيتي عند عبد العزيز مقبول بكل حالاته في الاثنين ذولا. بالضبط. وبعنزي ترى الاثنين ذولا احنا ما تطرقنا لهم طيلة البرنامج. أنا دائما أشوف فارس وعز الأسلمي مع بعض دائما وكان في خاطري اي عبد العزيز مسفري في خاطري ادور لهم اسم يلائم ريالتيهم في برنامج
والله اني عجزتها القى لهم اسم، لانهم في كل شيء القاهم، في سالفه القاهم، في قصيده القاهم، في رساله القاهم، دورت لهم اسم. انتم الاسماء شيبان، شيبان القريه، شيبان القريه، شيبان القريه، شيبان. لا لا حكماء القريه، شيبان بركه يا رجال، شيبان زين، شيبان بركه، لا محمد قال شيبان وجيه خير وسوالفهم قبله وما يجي منهم الا كل علم طيب، ختان إيه؟ فيهم البخته قوم وقعده. الله الله لا اله. تبي حكماء القريه، حكماء القريه ما اقول لك لا. شوف شيبان احنا ما ودنا نقول شيبان لان شيبان الله يطول عمرهم على الطاعه، ما هم راضين الاثنين ذولا يمثلون اسم الشيبان. ما هم راضين لان احيانا تجمعهم والشيبان والله ما هي تجمعهم، الشيبان بختان مبروكين، لكن حكماء ممكن لان الحكيم مو شرط انها كل كلامها صح، يجي يمسك يخطي ويصيب، فخلنا نقول حكماء القريه. حكماء القريه الاثنين ذولا هل تشوف بتكون لهم مراكز ولا لا؟ والله ليش لا؟ انت تقول لهم مراكز؟ اقول لك ليش لا؟ الى اليوم يعني ما في ولا واحد منهم صرح او واحد منهم قال ابغى مركز. اي هذه المشكله، يعني هذه المشكله ان الواحد يعني يكون قريب من المركز ويمكن يعني يحصل على مركز لكنه يستسلم من ويش؟ من الكلام اللي قاعد يسمع المتسابقين الثانيين، يعني يجيك متسابق ثاني يقول لك انا المركز الاول عندي، يجيك الثاني المركز الاول عندي انا، المركز الثاني عندي المركز، ويجون المتسابقين يتقسمون المراكز وهو يسمع وهو يشوف، فيجي عنده نوع من الاحباط ان فلان اخذه، ان فلان خلاص اخذ المركز، او نوع يعني من الـ 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 خلاص التبلد، يعني صادق والله هو صدق نفسه، او قالتهم صدق الخدعه، خلاص المراكز توزعت على فلان وفلان انا مالي مركز، وهذا غير صحيح. يعني المراكز يمكن نقول فلان وفلان وفلان يعني مخولين انهم يحصلون على مراكز، لكن هل نجزم؟ لا ما نجزم، هذه فيها نقاط طول يعني طيلة البرنامج، وفيها حصانات، وفيها يعني تصويت مادي، وفيها يعني فيها امور كثيره ما هي موقفه على الشخص وجماهيريته. في ناس عندهم جماهيريه ودخلوا البرامج وعندهم جماهيريه عاليه وقويه ولا خذوا ولا مركز. طيب الاثنين ذولا اللي ما احد منهم صرح انه يبغى مركز او انه احد المراكز هدف من اهدافه، انا متوقع ان الاثنين هذولا رغم سكوتهم ورغم عدم تصريحهم الا اني بلقى الاثنين ذولا واحد منهم في المراكز، ومتاكد ان اللي يصرح ويقول باخذ مركز ما يلاقيه مركز. انت قصدك انهم يعني قاعدين يشتغلون على المراكز بصمت. الله عليك، هذا يعتبر ذكاء اذا كان فعلا، هذا يعتبر ذكاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا حوائجكم بالكتمان. صحيح. يمكن الربع ذولا كاتمين على شيء ما ندري عنه، يمكن الربع ذولا قاعدين يقولون يعني لنا الفعل ولغيرنا القول. صحيح. فما ادري يمكن. انا اللي خليني اقول لهم ان الشباب ذولا، لكن لا تستبعد ترى ان فارس ولا عبد العزيز ياخذون مراكز. انا ما مستبعد ابدا، لا تستبعد. انا ما مستبعد، تدري ليش؟ نعم، نقاط محافظين عليها، على البث متواجدين، في الفقرات متواجدين، الفواصل عليهم قليلة، ترى الفواصل بعضها عليها خصم. الرجال ذولا يا ولد يشتغلون بصمت، أنا ما أدري وين رؤيتهم ولا وش يخططون له، لكن اللي يؤدونه دليل أن هذولا يبحثون عن مركز. شوف حنا دائما يعني الفترة الأخيرة نقول إن فارس أشتغل في الفترة الأخيرة من البرنامج، وهي مي بالفترة الأخيرة يعني فعليا، كنا نقول الكلام ذا متى؟ في نص البرنامج. يعني فارس بدايته الفعلية كانت من آخر الشهر الأول أو بداية الشهر الثاني، ففارس الحين عنده شهرين هو قاعد يشتغل على نفسه، يعني الريالتي عنده عالي ولا عنده خصومات وحضوره قوي على الشاشة، قدم يعني شيش فعله. المتسابقين الثانيين فعلا كانوا ينافسون من بداية البرنامج لكن عندهم خصومات عالية، ترى في متسابقين قاعدين يتحدون يقولون المراكز عندنا بس عندهم خصومات عالية ما مرت لا على فارس ولا على عبد العزيز، فهل هذولا يضمنون المركز؟ لا، لو في فارق 100 نقطة بين الأول والثاني خذ الأول نقطة واحدة. بالضبط، نقطة واحدة كفيلة أنها تغير مركزه من الأول للثاني من الثاني للثالث. هذا هو، فأقول لك يعني زي فارس زي عبد العزيز، عبد العزيز ما شاء الله الريالتي عنده عالي، هذا يعني يحسب له نقاط يومية على الريالتي العالي، حضور، التزام، ما عنده خصم، ما عنده مشاكل زي غيره يعني، فطبيعي وما حد مستبعد ان الاشخاص هذول يحصلون على مراكز ابدا. عندك محمد ملحم كم مره اخذ الحصانه؟ محمد ملحم
إيه محمد ملحم لو إنه شف لا تقول لي محمد ملحم على طريق محمد ملحم ولا عليكم أمر يا أخواني جهزوا لي محمد ملحم في الكوفي شروم نحتاجه في سؤال وجواب إن كان قريب خليه يجهز نفسه ولا عليكم أمر محمد ملحم نعم تمكن من حصوله على الحصانات فقط لا غير طيب تحسب له دي فقط استحسب له أنا 3500 نقطة مع الحصانة من غير اللي قاعد ياخذها طول الأسبوع وش غيرها أداء أنا أبغى شيء لمحمد بن ملحم أداه غير حصوله على الحصانات إيش كتب؟ قدم في فقرات قدمها محمد مثل؟ ملحم والله ما أذكره بس في فقرات قدمها وخصم على محمد ملحم ما هو يعني كل دخولية في خصم على محمد ملحم بس ما هو بزي خصوميات العيال 24000 20000 يعني كان عليه خصم لكن ما أتوقع أنه كثير فأنا أقول محمد من ضمن الأشخاص اللي مخولين للمراكز فعلاً تدري ليه أنك قلت أنه مخولين؟ إيه لأنه دائماً يقول أنا أبغى المركز الأول واللي دائماً يقول أبغى وأبغى وأبغى ما حوله شيء لأنه طال عمرك هو صحيح أن الحصانات تحسب له صحيح أن أحياناً تواجده على البث تحسب له لكن البارحة أخواني وخواتي جمهورنا الغالي البارحة مستأذن بنقاط يعني يتعب طيلة برنامج البزنس ثلاثة ويطلع بنقاط هل من استأذن بنقاط وطلع وأخل بنقاط 24 ساعة مع العلم الساعة تعادل كم؟ ألف نعم يعني 24 ساعة ضرب ألف 24 ألف هل تتوقع واحد مستأذن 24 ساعة 24 ضرب ألف 24 ألف مخصوم عليه ينافس على مركز يا رجل ينافس ما ينافس 24 مخصوم عليه طيب هو أرخصم عليه مرة ولا مرتين هل اللي غيره يعني تعداه بالنقاط؟ إيه تعداه وحافظ يعني النقاط يمكن في شخص غير محمد الملحم ما عنده ريالتي محمد الملحم عنده ريالتي طيب. عنده حصانات عنده فهي نسبة وتناسب مو معناته الشخص اللي جاء عليه خصم ما يأخذ المركز والشخص اللي ما جاء عليه خصم ما يأخذ المركز الشخص اللي ما جاء عليه خصم وعنده ريالتي وعنده حضور هذا اللي فعلا نقدر نقول إنه ينافس محمد الملحم أو غيره لكن شخص ما عنده حضور وما عليه خصم هذا وجوده هذا بعيد عن المركز بعيد عن المركز بس شوف كل اللي جمع عطيرته البرنامج الأربعة وعشرين شوف أذكرك وأذكر الجمهور الآن ومشاهدي الغالي أن الأربعة وعشرين ألف كفيلة أنها تغير مكانتها حتى وين صرح حنا زي ما قلنا المية وهو مية نقطة خلص تغير أشيل محمد لا أنت أشيل محمد ملحم من الحصن أنا ما استبعد محمد ملحم من المراكز إيه هو قاعد يأخذ الحصانات الماد شو اسمه الأسبوعية؟ الأسبوعية يأخذها بدعم مادي. طيب. فما استغرب. طيب هي نسبة وتناسب حتى لو إنه شوف أبو عنزي أنت إن شاء الله إنك عارف مني ترى المراكز فيه نسبة نقاط ممكن 75% 25% تصويت مادي. طيب لو جاب التصويت المادي كامل التصويت الفعلي طيلة بقائه في البرنامج قليلة عنده حتى لو كانت كلها متكاملة. آخر خصم كفيل أنه يقول له محمد ملحم لا تفكر المراكز محمد ملحم جاهز يا مشعل وين يعني يا أخوان أنا ما أدري محمد ملحم يعني إذا ما هم موجود ما عندي ما نبي محمد ملحم جاهزوا لي مهدر الدوسري ولا عليكم أمر خلوا محمد ملحم يقعد لا مراكز ولا كوفي شروم ولا ظنيت ان الرجال اللي يهمه مركز ولا يهمه كوفي شروم ولا يهمه اصلا تواجده في البرنامج لان الرجال اللي يهمه تواجده في البرنامج ما يستاذن باقي على البرنامج 10 ايام اصبر وضغط على نفسك يا اخو وين راح محمد الملحم اخوي مستاذن 24 ساعه طالع هو يا سلطان ويحس متى طلع الحين يا رجال البارح او البارح الاول ايه لا انا اقصد الحين وين هو ما ادري يعني انت وتباه يجيك وش يقول انا مخصوم علي 24000 وش تباه يقول ما له عذر ما له ترى بعض الاحيان صد أبركنا صد الرجال لأن لا تطري في المراكز ريح رأسك وريح رأس الجمهور وريح رأس المتسابقين ارتاحوا محمد ملحم ما هو في الحسبة ولا تفكرون ولا تحسبون حسابه لأن الرجال ذا ما حوله مركز الدليل 24000 لو أخذ مركز كيف ما ندري طبعا في بعض الشباب اللي في البرنامج قليل تواجدهم على الشاشة قليل تواجدهم في الفقرات يعني أمر غريب أن الفقرات ما يحضرونها الفقرات القائمة ما يحضرونها فوق ذا هم يضبطون فقرات ايش رأي يعني الفقرة القائمة ما يجيها ويسحب عليها ويرقد مثل ريان مثل هبة يسحبون على الفقرة ما يجونها ما لهم خاطر فيها
ياخذها رقاد. اذا روق جلسوا الشباب قالوا بنسوي فقره. كيف؟ قصتك ريان؟ ريان؟ إيه؟ فقره ريان ما جوها الشباب ويسحبون إيه؟ عليها. إيه؟ لكن يجي انس الميموني ومعاه الشباب ويسوون فقرات. محمد إيه؟ الطوالة سوى فقرات، يعني فقراتهم اللي خاصه فيهم انت في البرنامج متسابق، ما دور انك تسوي لك فقره مو مهم. هذا الفقره اللي هو يقعد يتعب عليها ويقدمها، ترى يعني نقاطها زي نقاط الريالتي، اللهم منها بس سيفي لك. يعني انت غبت من فقره يعني المطبخ مثلا، تروح تسوي له فقره طبخ. انت مخصوم عليك، وفي المقابل الفقره اللي انت سويتها تحسب من نقاط الريالتي، ما تحسب لك يعني نقاط تعادل نقاط غيابك عن الفقره، لا تحسب لك ريالتي. طيب وش السبب؟ وش السبب اللي يخلي الشباب ذولا يتهاونون في حضور الفقرات الرئيسيه ويكونون فقرات؟ هل في عندهم خلل؟ هل ما فهموا البرامج الواقعيه صح؟ والله يا اخي الشباب مشكلتهم حاجتين، اول شيء يشوفون ان الشيء هذا انه قدحه. قدحه؟ ايه يعني خلاص احنا كلنا غبنا خلاص، يعني غاب اثنين ثلاثه خلاص الباقيين يعني يغيبون. ما يطلع احد. علشان ما يخرب على الباقيين، مع ان شفنا وازع اليوم الثاني طلع الحاله. هذا الشيء الاول، الشيء الثاني الشباب يا اخي تحس انهم يعني تشوفهم تقول هذول ما فهم البرنامج. الى اليوم ما فهم البرنامج. تخيل البزنس ثلاثة هم النسخة الوحيدة اللي بدأ البرنامج وصلنا لليوم ما فهموا البرنامج. طيب هل خلى هذه إلا قلة يعني إلا قلة فيه شباب فهموا البرنامج مثل من يبغوا نزي اللي فهموا إيه أبغى الشباب اللي فهموا البرنامج. أنا للمثال لا للحصر فارس الحربي أول ما دخل كيف كان؟ لا لا غير تايه وبصلته ضايعة ولا يدري عن برنامج ولا يدري عن شيء. صحيح مجرد أنه خلاص فهم البرنامج مسك الخط صح انطلق بقوه. طيب الشباب الباقيين ما يشوفونه ماسك الخط؟ هذا اللي انا اقوله، اقول لك فيه شباب الى الان ما فهموا البرنامج، يسمعون بالقدحه ويسمعون بال يعني المشاغبه، يسمعون بالعنجهيه في البرامج وان الشخص هذا انشهر عشان كذا وان الشخص انشهر. يا اخي شهرتك وظهورك ونجوميتك هذه توفيق من الله. صحيح والله ما لها علاقه في اي شيء. تلقى شخص هادي وكاريزما هاديه عنده جماهيريه، وتلقى شخص مقوم الدنيا ومقعدها عنده جماهيريه، وتلقى الاشخاص قدامهم وراهم ما عندهم جماهيريه. هذه توفيق وحظ من الله. طيب اذا ما لها اي علاقه في شيء. اذا البعض منهم يشوف الثاني مبدع في الرياليتي ومبدع في البث ومبدع في كل شيء يشوفها قدامه ولا سوى شيء، لا لا ملحم ما عاد بيه، خل ملحم يقعد ملحم، هو يجينا على كيف طال عمرك، يجينا وقت ما احنا بيه، لكن يجي يتمغط يجينا ذا الحين ما عاد اقول ملحم، اعطونا مهدل جهزوا لي مهدل. كان ايش قال ملحم يا رجال؟ لما يكون متسابقين كلهم يشوفون مثلا على سبيل المثال فارس ماسك الجاده ومبدع، ما يجيهم فضول انهم يسوون زيه؟ ما يجيهم فضول يقول احنا نبدع مثله؟ المشكله ان بعض المتسابقين يصرح ويقول ان فلان بياخذ مركز. ايش رايك بالكلام ده؟ وهو مو بحول المركز. تبغى الدليل؟ والله يا اخي الاعتراف بالحق فضيله. بس يا اخي ترى هذا تنقيص في حقك، انك داخل انت وياه نفس المنافسه، انت وياه ترى نفس البرنامج، انت وياه نفس ساعات البث، انت وياه الصلاحيات اللي اخذها انت تاخذها، لكن تجي وتقول لفلان انا اشوف ان فلان في المركز الفلاني. طيب انت شو علومك؟ انت وش اخبارك انت؟ انت جالس هنا تحلل وتقول لفلان اشوف المركز وفلان بياخذ. علومك وش هي؟ الكيكه لك منها شيء؟ صح يعني سلطان مدويح طال عمرك على تواجده في البرنامج الا بكل اريحيه يقول نجم الجمهور مو بحول احد. من هو؟ سلطان مدويح يقول نجم الجمهور ركن السهلي كذا صراحه. يا اخي يا اخي الادمي هذا يعني. طيب يا اخي كيف؟ قال الصدق يعني احنا نعرف ان سلطان دويحس رجال ما يردها من دربها، الصراحه وش اللي في باله بيقوله؟ طيب هو قال الصراحه. الصراحه ما لها دخل في كون انك تعترف بوجود فلان على البث وفي البرنامج ولا تعترف بوجودك، هنا الشيء صراحه سلطان ما تكلم فيها، انا اتكلم ليه سلطان يقول راكان السهلي بياخذ نجم الجمهور. الله يوفقه ابو سعود. طيب انت طيب انت وش وضعك؟ طيب سلطان يعني الافضل سلطان نقول له صادق ولا كذاب؟ صادق ولا كذاب؟ ايوه لا صادق. يعني هو قال راكان السهلي قلنا صادق وبيض الله وجهه. طيب لو قال انا بقول لا كذاب. ليه وش يمنع؟ فهو خلاص هو قال الصدق ويشكر عليه، لو ما قال الصدق ما راح يشكر.
بحارب وبيتعرض الهجوم هذا سلطان وين هو ولا وين ولا ما هو بحال نجم الجمهور سلطان قال الصدق. طيب سؤال، انت تقول يتعرض للهجوم، هل هجوم الناس عليه وقول سلطان ما هو بنجم بيأثر في حاجه؟ لا هو ما قال الصدق، مهم الهجوم اللي بيتعرض له، حتى احنا بنهاجم عليه، احنا بنهاجم عليه. إيه لو قال انا نجم الجمهور، انا اشوف ان سلطان الى اليوم من الناس اللي بتكون في نجم الجمهور الى اليوم، الى اليوم يحصل على نجم، بيحصل مراكز ونجم الجمهور يا رجال. شف يمكن يحصل على مراكز اذا كان في مراكز النجم الجمهور ونجم الجمهور، لكن نجم الجمهور لا كان السهري يا اخي. الجمهور كله اتفق على واقعيه وصراحه سلطان، انت تشيد بصراحته، انا اشيد بواقعيته. انا اقول يمكن يحصل على مراكز يعني في نجم الجمهور اذا كان في المركز الثاني ولا الثالث، اذا كان هي في الاول والثاني والثالث، لكن نجم الجمهور راكان السهري الاول. ايوه طيب انا شف انا مؤيد انه راكان ماخذها الله لعقب شر وبيمناه، لانه طالع من برنامج في احد البرايمات وبيجي كذا يا طال عمر قايل كذا شوي يا شباب الله يهينكم شوي شوي ادرع ذا لي انا يخصني طال عماركم ياخذها ثم يطلع مع الباب. هو طالع من برايم قبل كم برايم؟ قبل اربع برايمات ولا خمس برايمات؟ خمس يمكن، خمس، ومارس حياته الطبيعيه خارجا وبيجي ياخذ درع نجم الجمهور وبيطلع حق من حقوقه وكلكم دارين به، كلكم دارين الراكان السهلي بياخذ نجم الجمهور وكلكم تبتسمون، وهو بيجي كذا بكل اريحيه ياخذ النجم ويطلع. طيب الباقيين اسمه راكان نجم منتهي منه، لكن الباقيين ايش وضعهم؟ ايش وضعهم؟ طيب هذا راكان اخذ مركز، المركز الثاني والثالث من؟ يا سلطان بدل ما تقول راكان قل راكان الاول والثاني. قصدك من الاشخاص المخولين يعني؟ ها؟ اللي يعني قريبين من المركز؟ ايه واجد. عطني اسماء، انا ابغى اسماء نتفق عليها احنا والجمهور سوا. يا اخي انا بقول لك عندك سلطان دويحس، عندك انس الميموني، عندك وازع من هالشال. وازع؟ اي وازع. وازع ما قدم شيء وازع. وازع لا تطري لا مراكز ولا نجم جمهور، ريح ملائكتك وملائكته. تدري ليه؟ ليه؟ اذكر لي عمل لوازع ولا اذكر لي مداخلة لوازع في الكوفش الروم وحدة صحيحة. يا اخي اذكر ليش؟ انا ما اذكر. ما ادري بس انا مهذي جاهز الكوفش الروم؟ انا اشوف اذا شغل الشالات يلعب.